السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفات من كوزينتي. ان شاء الله تكونوا بخير وصحه وعافيه. اليوم على بركه الله راح نحضروا لابوغي في الكوزينه. ديت حبات نتاع البطاطا، غليتهم بالملح، بعد ما يطيبوا نرحيهم. حضرت ايضا اون صوص باللحم، ديت قطعه من اللحم، قطعت لهم حبه بصل صغيره وثلث سنات نتاع الثوم، وضعت لهم لا مارغارين، ملعقه كبيره تاع لا مارغارين، ولي زيبيس، حطيت الزعتر والزعتره، الزنجبيل والكوري، شويه شويه منهم. وضعت هذاك اللحم من داخل في الفوق، خليته يتحمر شويه. بعد ما تحمر عاود خرجته وضفت له هذيك الطماطم والقليل من الماء، عاود كاس قيس كاس نتاع الماء، عاود رجعته للفوق خليته يطيب يكمل طيابه، غطيته خليته يكمل طيابه. البطاطا بعد ما طابت ريحتها ضفت لها ملعقه تاع المارغارين، ونضيف لها الحليب تدريجيا، يعني شيء فاجئ، ونخلطوها في الميم سونس، يعني في نفس الاتجاه. هذا السر تاع النجاح تاع لابوغي، نخلطو في نفس الاتجاه بالملعقه ونضيفو الحليب بالعقل. ضفت لها حبه تاع الفرماج، فرماج اون بورسيون، حطيت لها حبه فرماج، قطعه جبن، نزيد نخلطها مليح. مليح مليح، فوالا، نكرازو مليح هذاك لو فرماج لداخل مع البطاطا. بعد ما طابت هذيك لاصوص تاع اللحم، حطيت القليل منها على هذا لابوغي، حطو القليل منها، راح تعطي لها مذاق لذيذ. ومن بعد هذيك الصلصة المتبقية رحيتها، نرحوها باش تجينا مليحة، هذاك البصل كامل يترحى كلش مع بعض. راح نعاود نرجعها على النار بضع دقائق. هذه الوصفة نتاع اليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم. إلى الملتقى مع وصفة أخرى من وصفات كوزينتي. شكرا على